الأنباء تأتيكم من تن، وهذه تحية طيبة لكم أينما كنتم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراءات تفتيش ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني في السويس. كما تفقد الرئيس يرافقه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تجهيزات الفرقة 19 مشاة في الجيش الثالث الميداني، وأدى التحية العسكرية لرجال القوات المسلحة. وخلال التفتيش قدم الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي المجيدة التحية لأبناء سيناء على ما قاموا به من جهد وعون وتضحيات وبطولات أثناء حرب أكتوبر. كما أكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة ستواصل تعزيز قواتها وقدراتها ورفع كفاءتها القتالية وتحديث معداتها وأسلحتها وتطويرها حماية لأرض مصر وسمائها ومياهها الإقليمية والسيادة شعبها ومقدراتها. أعلن منسق حملة علشان تبنيها للمحافظات أن الحملة جمعت 3,077,300 توقيع حتى أمس لدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية ثانية. وخلال مؤتمر صحفي للحملة أكد المنسق أنهم بصدد إطلاق موقع إلكتروني اليوم للحصول على توقيعات المصريين في الخارج على استمارات الحملة، مؤكدا أن المصريين في كل مكان يدشنون تاريخا جديدا لهذا الوطن. وقع وزيرا الكهرباء والاستثمار ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 590 ميجا وات. من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة. بدوره أكد المسؤول الدولي أن هذه الاتفاقيات تعد أكبر استثمار لنا في مصر حتى الآن، وتأتي انعكاسا لالتزامنا في الحد من التغير المناخي باللجوء إلى الطاقة المتجددة وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الهائلة لهذا البلد. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لن ترتضي بديلا للحل السياسي الشامل في اليمن وفقا لمرجعياته الأممية المعروفة. وخلال كلمة في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول تحالف دعم اليمن في الرياض، قال شكري إن موقف مصر يقوم على مبدأين لا يخضعان للمساومة، أولهما رفض محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة مؤكدا على ضرورة الحل السياسي، وثانيهما استمرار دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، كما أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية الذي يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي المصري. أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن ميليشيات الحوثي وصالح بانتهاك كل قواعد القانون الدولي الإنساني خلال كلمته أمام اجتماع لوزراء خارجية ورؤساء أركان دول تحالف دعم اليمن في الرياض. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان أن الحكومة اليمنية استعادت السيطرة على 85% من الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون قبل 3 سنوات، مؤكدا أن غاية التحالف النهائية هي عودة الاستقرار إلى اليمن. أكد رئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عدم رغبته بالبقاء في الرئاسة وفي جلسة مغلقة لبرلمان الإقليم بمشاركة معظم الأحزاب الكردية لبحث توزيع صلاحيات الرئاسة على المؤسسات الدستورية، تمت تلاوة رسالة بارزاني التي أعلن فيها أنه لن يمدد فترة رئاسته التي ستنتهي آخر أكتوبر الجاري. هذا وتم رفع الجلسة لمدة ساعة بعد دقائق من بدئها بسبب خلاف على توزيع الصلاحيات. أعلنت مدريد أنها سترحب بمشاركة رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلس باتشيمون في الانتخابات والتي حددتها الحكومة وستجرى في شهر ديسمبر المقبل. يذكر أن الدستور الإسباني يخول رئيس الوزراء بإقالة حكومة الإقليم ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية الحكومة لحين إجراء انتخابات. الموجز انتهى ونلقاكم من جديد في تمام 5 عصرا وجولتنا الإخبارية المفصلة. كونوا معنا إلى اللقاء.